اذا مشاهدي شوف تي في، حنا كنتواجدوا في اشهر مخبزه هنا في مدينه وجده. كما كتشوفوا معنا كاين اقبال كبير على لي غاطو، كما كتشوفوا معنا يعني اقبال كبير جدا هنا. المخبزه ديال الداودي اللي كتواجد في جاكرتا بالضبط، كتشوفوا هنا الحلويات اقبال كبير بزاف. يعني أجود الحلويات عصرية تقليدية بطبيعة الحال. كاين إقبال يعني الناس. شوفونا هنا عاوتاني، كان إقبال كبير بزاف صراحة كما كتشوفوا معنا. شوفوا الأثمنة ونشوفوا يعني كاين الناس كما كتشوفوا، اللي جات قبيلة والناس كيجيو تبارك الله. نتمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا. أجواء العيد هنا في مدينة وجدة، شوفوا أجود الحلويات موجودون، غادي نعرفوا الأثمنة بطبيعة الحال. حلوة ديال اللوز داكشي يعني يا سلام بطبيعة الحال. كعب الغزال ما شاء الله، شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أجود الحلويات اللي موجودين، هاد الخباز هادي كتصدر حتى برا على الخارج. صراحة أنا كي كنجي نبغي نصور معاهم كنلقى مشكلة لأن عندهم لي كليون بزاف. شوفوا ما شاء الله بلا لي كاطو الآخرين اللي عندهم داكشي، حنا نشوفوا غير الحلويات تاع دابا. غادي نشوفوا على حساب الثمنة. دي غريبة، تمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا بطبيعة الحال. لي بلاطو، هذا البلاطو شحال؟ 180 درهم. 180 درهم. هذا بلاطو فيه أجود أنواع الحلويات، 180 درهم. دي حلوة ديال اللوز، وهذه شحال الكيلو؟ 160 درهم الكيلو. هادو كاملين ثمن واحد ولا كل وحدة وثمنها؟ يا بحال هذاك 120 درهم. هذا 120 درهم الكيلو، وهذا 160. 160 درهم الكيلو. كعب الغزال 180 درهم. غريبية 120 درهم. هذا شنو سميتو؟ ملكية. ها؟ ملكية. 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 شحال هذا؟ 160 درهم. يعني الثمنة بين 160 120 160 180. هذيك اللعبه اللي لها سمحي لي غادي نبرزلك معاك. هذا عاوتاني فيه القرقع كما كتشوفوا معنا، داكشي يا سلام. هذا اللي هنايا شحال؟ 180؟ 160 درهم. 160 درهم تبر وقرقع. زيدوا بارطاجيو الاخوان باش توصل. شوف داكشي يا سلام. وصلت الف. واه كما كتشوفوا معنا نزيدوا حنايا. غادي نمشيو عند صاحب المحل ندردشو معاه شويه. اسمح لي السيد داودي شي كلمه خفيفه ظريفه. مرحبا، عطيني داك الكوموندا باش نقولوا سيدي امر. مرحبا شويه، حنا شفنا كاع لي كاطو تقريبا. مرحبا. بين 120 حتى 180. تقدر لي اعلى الانواع ومدى الاقبال اللي عندكم هاد الساعه؟ الانواع كاين الفقاقس بجميع الانواع ديالهم، لا في ديال اللوز ديال القرقع لا ديال البيستاشيو والنوازات. وبالنسبه للكاطو ماروكان كاين هذا يعني
الكعبه اللي هو الملك ديال الكاطو المغربي. كاينه هذه ديال الشميشه، كاين الكورني المنقوش، كاينه السوريزه معروفه، هذه المحنشه، هذه نورمالمون كتدخل في الحلويات شويه الشرقيه. يعني دول اللي كيدخل في البلاطو ماروكا. هذه البحلاوه يعني مغربيه، هي مغربيه مغربيه. هذا بحال دابا هذا عاوتانك، هذا عاوتانك تسمى البهله. البهله هذه مغربيه، احنا في وجده كنقولوا لها غريبه. غريبه هذه مطبوعه. هذه مطبوعه يعني هذه مكمله القرايه شويه. اوكي. وكاينه العاديه البلديه يعني اللي كتكون محلوله. وهذاك اللي فيه هذا الفقاس الكاري ديال اللوز والنوازيت والزبده سبيسيال، هذاك وكاينه هذيك ديال الطاوس، جناح الطاوس هذيك قديمه منقوشه حتى هي. هاد الحلويات المنقوشه هي اللي كتاخذ الوقت في الخدمه. كتاخذ وقت كبير، مجهودات كبيره باش كيخدموا هذاك الشيء ديال المنقوش. خدم مع السيد داون شي خويا. مرحبا. بالنسبه للاثمنه. الو. كاين الله اثمنه كتراوح ما بين 120 درهم حتى 160 درهم. 160. وكاين لي بلاطو بحال هذا. هذا الفيلم هذا. هذا شحال؟ هذا كيدير 250 درهم. 250. هذا كياخذ شي الوقت باش كيتخدم هذا. هذا الشيء كلشي شرقي. هذا شرقي ولكن بايادي مغربيه. بارك الله لا تفوت. ديما تخلع لي الجديد. بيان سور وجده يستاهلوا ذواقه تمشي معاهم فيها. دابا ماشي غير وجده راه كيتفرجوا. لا حنا الحمد لله حنا المغرب كامل البارح صيفطنا للرباط، كازا، اكادير، طنجه. عندنا طنجه عندنا مشكل معاهم في الترونسبور، اما الداخل كامل كنصيفطوا لهم. ما عمرو لقينا المشكل. ديما كتتصلوا بهم؟ كيتصلوا كنصيفطوا لهم، والناس ديال برا هذه السيمانه اللي فاتت كامل خداوا لي كوموند ديالهم. دابا اللي بغى يتصل بكم ولا خويا بيان سور كاينه 06 61 75 70 09. قولها بالعربية. 06 61 75 70 09. وكاينه في انستغرام وفيسبوك. انستغرام شنو يديروا لنا؟ داودي باتيسي راه معروفة. داودي باتيسي 35 كا صافي مزيان باينة واضحة. دابا واحد كارا تفرج. نعم سيدي. تبارك الله يبارك. مرحبا بهم. الله يعطيك الخير. دابا غادي تبقاو هكا حتى الليله ديال العيد. بيان سير حنا ان شاء الله مع العيد فاتحين، يعني الخبز موجود كلشي كاين. يعني نهار العيد حنا المبادره ديما كنديروها الكليان كنتهلاو فيهم نهار العيد، الطاقم كامل كيخدم باش يوجد هذاك الشيء. ما عندناش كتسدو؟ ما تسدوش نهار كامل. ياك مليحه الله ما بدلاش اصاحبي. كاين مفاجأة الله يرحم. ان شاء الله قال الاعياد اللي دازو حلينا مزيان. كليان جاو لقاو حوايجهم، سيرتو الخبز هو المادة الأولية والأساسية اللي كيكون فيها مونك في المدينة، في أي مدينة في المغرب كامل. حنا الحمد لله كنخدموا أن الكليان يجي يلقاه الخبز يلقى المسائل. تبارك الله عليك. الله يبارك. شي كلمة أخيرة تبغي تقولها للمشاهدين؟ أول شيء مبروكة وعيد مبارك سعيد وبون كوراج أتو ليكيب تاع شوف تي في، والله يسهل الأمور والله يسخر لكم. مرحبا بكم عند داودي باتيسي. مرحبا بكم. أجي تاخذوا الكاطو. مرحبا بكم على الراس والعين. الله يحفظك. شكرا. مرحبا على الراس والعين. اذا مشي لي شوف تي في، كنا في المخبزه ديال داودي باتيسري. يعني كانت اجواء شيقه وطبيعه الحال شفنا مجموعه ديال انواع تاع لي كاطو. تحيه طيبه ونرجع لكم من بعد عاوتاني ان شاء الله.